على الأغصان عصفور صغير السن مغرور، رأى من حية طاء حسنا فهو مسرور، ولا يدري بأن السم تحت الناب مستور. فأقبل نحو ها يسعى تنادته العفافير تحذره من الأفعى فإن حنانها زور. ولم يعبأ بما نصحته وللأوهام تأثير، وغنى حولها طربا فأمسى وهو مقبور. ومن يغتر بالأوهام تهلكه المقادير، ومن يغتر بالأوهام تهلكه المقادير.